مقدسو محمد علي وليه او كميدا ورياشه دا مقالدا مقدسو ايا فافاينتا وركن انو صدري مناسبه اي سو قبان قابيان بيل كميدا بيلها دغه غوبلكا شبيلا هوسه غار اهان ديغان كلانتا بوره اسلام مركانا لغو عليما ساريه نبدون احمد محمد سوير احمد قابو ايا وحا لغو قبتي مقالدا مقدسو حفلتا عليما سارك نبدون كايا وحا كقيب غلي وديال اقويانو هوين وحا غرات دلنيرو ايو مرتي شرف كلي وغورين ايا وحا غوبتا كهالي ودياشا دلنيرادا ايا نبدون دي غوبتا كسوغنا هدي عنا هاي بيش دبروبة نبدون كميشة دا اكو عالم سارني وعارمنا والالا هاي نهال كان كسوغب غلين اني اللي شقيهيان ايبو مانتي عنين او سيد داعدة إيس غرب غلان ما داما سومالي بدن ماشي يكون نوش هاي أنك وحان لين هاي بيسي مركتي أن مانتي هب دهولاك أن هاي إني ولال كان وماشي أكو عليهم ساري إني اللي شقيان أحمد قابو سوير مانتا وحيك دنبيسو وأن ودونك بيش دبروبي قبل كبنادر ساعدا وحيك بلاودن والله شقيننا سيدي توسا ولا شقينينا شلا سوقيني برقينا و الحمد لله قرب كاين هواي لا اسكما سامعين قفكي كوريي حلقو حمايه ما هين وحي هيد قفكي كوريي ايا قبن واي هوشا مركا اسقا انو قبطو ايا لو دورتي مركا دادا وحو اركا حمان واركا حمان ما انا وحبان حلني دب جرا يا اللي حليي مركز اس درادد وحا بيشو ان كعود سنينا اني لا شقيان قرب اي وباهن هي لكن ادا قف كلي اسمي لا كو ديشد وحا مكينايو لكن دنييردا اودياشا اودياش كوريين اودياش كلي اولالهنا اديردنا ابيال كينا وحان كعود سنايا اني لا شقيان لبدون كينا عصب وحالي حقيقة قلت ولا اللي قلت لي بيشي هناك قامسين حقيقة تقول قامسين ونقولي هتراعي هدود ونقولي قاعدين بيل بعد قيل واحدة بدلين بيشي موضوع قالين ليه هيك نشتري نسقط مجالين وقدم بين وحا مناسبة صوحري نبدون أحمد محمد سوير أحمد قابو waa waliba waxaan ku dadaalaynaa insha Allah ina sidina loo doorto ay u dhacaan oo qof waliba amalkiisa ka horeeyo in la samafalo oo xaq la falo kullu nafsin dha'iqatul maut wa la ilaha subhanahu wa ta'ala waa waliba waxaan ku dabaqaynaa cabsida ilaahi maadaama qof kasto nool uu dhimanaayo insha Allah aakhiradeena waa hagaajisnaa adduunyadeena waa qabsanaynaa si fiican u dadaalaynaa insha Allah maxamed cali weheliye universal tv magalada muqdisho madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka qayb galay aas qaran oo loo sameeyay Allaha oo naxariiste aqoonyahan Maxamed Rashiid ee Sheikh Xasan oo habeenimadii xalay ha ku geeriyooday magalada Hargeysa inna lillahi wa inna